ملتم بخيرات يا أم روجا هانك روجا كمباركة جمع تمام مسلمان أرى أفقر بالغمة هاني نشان داكم ملتم الحمد لله باوريان ببيغمبري وان ضعف قوة قوة لي ألفي بيغمبري أخوانا أف درسك تمامي عالم إسلامي رجي ودرسك مظنة تهديدك مظنج عالم كفري رجي إذا خذت على جل جلاله بينك موافق بك خباطة مسلمانك ونسب فيك وخذت على دستم اللي ما وفي غمري ما زروش بروش بهبرة ها زخم بك ها قوة ليبك وملتي ما سرت عمي مرات يبي رجاء مبارك وخذت على جوار زيبة وعم توصية الملتي قد كن وأم شير شير شيرات الفي من لا تهاني كيد كن كشبي في بيغمبري ما ظن نقط عاقبة متقين ريا ولو ظهر ايرو كفر ايرو زخم جي خويا بك اما عالم ملكي خدي خدي تعالى خلاص يا عالم الدستي خدي ديا خدي تعالى وعد كريا كو عاقبة متقين ريا ايكو بدنا بي بيغمبري اسلامي ان شاء الله حتى قيامتي مظفريات موفقيات جوانا كاريا إدي جارك دي من لاتي مصر جاي مراهاتي خده جوارا زيبا فيطالا وموافق بك جفي خسمتا هاني مبارك را إيكو هاتنا فيدي خده خيرا ومزنك إيكو ناتنا فيدي جي خده تعالى صالك دي بري واجب دي بدري خير والسلام خده جوارا زيبا إسلام الغمري من مصر جئت إلى هنا لكي يعني اتشرف يعني المشاركه في هذه الاحتفاليه الكبيره في محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المناسبه الطيبه نشكر منبر محب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وجه لنا الدعوه لكي نحظى بهذا الشرف الكبير وهذا الشرف العظيم. نعبر يعني عن غامر حبنا وسعادتنا بهذا الجمع الكريم الذي جمع مسلمين لمحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا من بلدان العالم كلها لكي يشهدوا هذه المناسبة الكريمة العظيمة. نبي الرحمة ونبي الوسطية ونبي العدالة صلى الله عليه وسلم، إنها لمناسبة طيبة أعبر فيها عن سعادتي وعن حبي وتقديري وعن تحيات أهل مصر لأهل تركيا الذين يحيون هذه المناسبة السعيدة. شكرا جزيلا لكم وشكرا لكل الحضور والذين دعونا لهذه المناسبة الطيبة، ونتوجه لأهل تركيا جميعا نتمنى لهم دوام الخير ودوام العافية وأن يكونوا دائما في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم عبد المجيد من بلوشستان إيران مدينة الزاهدان، العلماء والمشايخ وخصوصا الشيخ عبد الحميد حفظه الله رئيس يعني زعيم اهل السنه في ايران. الحمد لله احتفالات جميله وطيبه ومبروكه، لكن الاقتراع ان نكون على السيره النبويه صلى الله عليه وسلم عمليا. هذا الحفل مبارك ولازم لرفع معنويات الشباب والمجتمع الديني والمجتمع الإسلامي، ولكن الهدف الأصلي يقول الله تبارك وتعالى: إن كنتم تحبوني فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء سيرته وسنته. رسالتي أن نتمنى من الحزب الدعوة الحرة وبقية الإخوة إن شاء الله أن يكون لهم نشاطات أكثر في إحياء الروح الديني والإسلامي في المجتمع الإسلامي بين الشعب التركي، ويكون هناك أخوة في ضوء آية القرآن: إنما المؤمنون إخوة. إن شاء الله العزيز هذا رسالتنا، ويكون لكي تركيا يكون نموذجا إسلاميا دينيا محمديا من جديد. Şimdi biz peygamber sevdalıları olarak 2009 yılından itibaren böylesine büyük mevlid etkinlikleri yapmaya başladık. 2011 yılından itibaren de alanlarda, açık alanda etkinlik yapmaya başladık. Son 3 senedir bu büyük etkinliğimizi Yenikapı Miting Alanı'nda yapıyoruz.
Gerçekten de bugün büyük bir coşku var. Muhammed'i sevda var görüyorsunuz. Şu an hala gelen misafirlerimiz var. Bu Muhammed'i sevda inşallah gün be gün daha da artacaktır. Bugün bizimle beraber yaklaşık 9 ilde daha aynı şekilde Peygamber Sevdalı Platformu'nun düzenlemiş olduğu mevlid etkinlikleri yapılıyor. Ve inşallah bugün Peygamber'i sevdaya, Muhammed'i coşkuya şahit oldu bütün alanlarda. Halkımız gerçekten de büyük bir teveccüh gösteriyor Peygamber'ine. Peygamber'i anlamak istiyor, onun sünnetini yaşamak istiyor. Bu konuda da elinden gelen her türlü gayreti sarf etmek istiyor. Bizde de büyük bir coşku, büyük bir heyecan var. Ve şu an zaten siz de görüyorsunuz bu coşku ve sevdayı. Gerçekten de şu an duygulu anlar yaşanıyor. Etkinliğin çalışması yaklaşık 2 aydır devam ediyordu. Biz özellikle son 2 haftada İstanbul'umuzda 500 binden fazla el ilanı, 100 binlerce Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Dersler adlı hadis kitabını, bununla beraber birçok afiş, cadde brandalarını biz inşallah dağıttık, halkımızı davet ettik. Anons araçlarımız İstanbul'un 4000'e geldi. Peygamber sevdası olan Aziz İstanbul halkımızı etkinliğimize davet ettiler. Gerçekten bugün büyük bir coşku var, o coşkuyu biz yaşıyoruz inşallah.